سؤال: هل تحط المنبه على صلاة الفجر ولا على الشغل والدوام؟ شخصياً كل ما أقصر في عباداتي مقابل أي عمل من الأعمال الدنيوية أتذكر هذه الحكمة لابن عطاء الله، يقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. الله يوم خلقنا تكفل بشيء وطلب منا شيء، تكفل بالرزق وطلب منا العبادة. ما في مشكلة أننا نسعى ونشتغل، وهذه طبيعة الحياة، ولكن في مشكلة كبيرة إذا كان مقابل التقصير في عباداتنا. فالحكمة هذه تقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. يعني إذا كانت مشاغلك الدنيوية تخليك تقصر في عباداتك، فهذا دليل أنك مضيع البوصلة، أنك مضيع الطريق، انطماس البصيرة منك. وفي سؤال بسيط جدا ممكن تختبر نفسك فيه وتعرف وين مكانك، اللي هو: هل تحط المنبه لصلاة الفجر ولا للدوام؟